أعلنت وزارة الدفاع انطلاق التدريب المشترك النجم الساطع 2023 خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر، وذلك بمشاركة 34 دولة. ويعد التدريب المشترك النجم الساطع من أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط لتعزيز علاقات التعاون العسكرية وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر في الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المشترك النجم الساطع 2023 تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية.